كثيرون يتساءلون كيف كان حال المرأة في إيران قبل ما يسمى بالثورة الإيرانية عام 79. هذا الفيديو يجيب بكل صراحة. ترتدي زيا واسعا وتسير في الشارع، تسير بشعرها وأيضا لا أحد يقف أمامها، تنزل إلى الجامعة كما نرى، ترتدي بلوزة قصيرة أو تنورة، وأيضا لا يستطيع أحد أن يسألها ماذا تفعل. هذه هي الحكاية باختصار، وهذا ما أسموه بثورة إسلامية، مغيرين الكثير مما عرف عن المرأة في إيران، غير أن الحقائق باتت ثابتة ولا يستطيع أحدهم أن يمحو التاريخ أو أن يبدلها.